بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية باش نرحب بجميع المنابر، لأن الموضوع كما كيعرف الساكنة ديال قنيطرة هو استقالة. سبب الاستقالة كاين مجموعة ديال الأسباب، غير بغيت نعطي واحد النبذة صغيرة على الحزب اللي كنتميو ليه، أو اللي كنا كنتميو ليه هو أحرار. فعبد ربه كان آخر ماندا ديالو في الانتخابات راه كانت بالأحرار اللي خدينا بها الرئاسة وسيرنا بها المجلس. الور من بعد التحقنا ما يقارب الآن سنتين ونصف في ظل التغيرات ديال المنسقين الإقليميين. كان عبد ربه المهمة ديالو هو كاتب محلي، وبالتالي كان عندنا واحد العمل جماعي سواء مع المكتب المحلي، وكذلك واحد التنسيقية اللي عندها دور كبير. التنسيقية جات من استقطاب مجموعة ديال الأسماء ديال قنيطرة اللي عندها كما كنقولوا بالدارجة كاليبر وعندها شعبية. ألور مؤخرا تم تعيين السيد وكيل اللائحة، وكان عبد ربي هو أول واحد اتصلت به ككاتب محلي. كنرحب به ولا سيما كاسم في اطار التعاون اللي غنتعاونوا مجموعين، الا انه فوجئنا مؤخرا، وهذا الشيء جاء وليد مجموعه ديال الاحداث اللي غادي نذكر منها. اولا عدم احترام خصوصيه اولى ديال الدور ديال الكاتب المحلي، بمعنى انه تم تهميش الكاتب المحلي في مجموعه ديال المحطات. انا غنعطي مثال، هو انه في المحطه الاولى ديال السيد وكيل اللائحه اللي كنا جلسنا عنده، كان مجموعه ديال القنيطريين اللي جاوا، الوافدين، مجموعه ديال كاع الناس اللي كيتعاطفوا مع الحزب او مع الاسم، وكان حضور السيد الطالبي الوزير. وكنظن بانه في الاخر الكلمه ديالو راه شهر بانه بعد انتهاء ديك الجلسه اللي كان فيها تعارف ديال جميع نسميهم بالمناضلين او اللي جاوا، الور قال بالكلمه بانه غادي يتم محطه غادي تكون قريبه هي مراكش اللي غادي يكون فيها، وشارب الاسبوع ديالو الوكيل اللائحه كذلك المرشح للبرلمان وشار السي عبد الله الوارتي، هادو كلهم اللي التحقوا، كذلك سعيد حروزه ولا هو في الطيبيه، كذلك امينه حروزه. وقال بالحرف هكا بانه الكاتب المحلي، اذا وقال في مراكش بانه غادي يتم اتصال او لا غادي يتم الجلسه مع السيد الامين ديال الحزب. الور فاذا به انا فوجئت، الناس مشاو ما تمش الاخبار ديالي. عبد ربيه ما كما كنقولوا روح رياضيه، داس المحطه الثانيه هي ديال اكادير، مشاو الناس شكون اللي كيمشي، مشاو لائحه صوبات كما بغاو يصوبوها هما، فيها بعض الاسماء اللي ما غاديش نسميهم انايا، ولكن عاود تم اقصاء السيد حسن غويله ككاتب محلي. غنهضروش على حسن غويله في الساحه. اذن هاد واش كان مقصود تغييب حسن غويله؟ وبالتالي مرينا المرحله الاخرى، هو انه كتم بعض الاجتماعات اللي ما كيكونش فيها الكاتب المحلي. كنظن بانه حتى الخروج ديالنا اولا مع السيد الوكيل اللائحه بانه كان كيخرج بطبيعه الحال كل واحد كيعرف بنفسه في المدينه، ولكن حنا كمجموعه اولا كحزب خصنا كنا ندوا بارلي لو ميم لونغاج. بالفعل هو الدارك وحتى انا الدارك، لانه بقينا كنخرجوا ومجموعين وانا فورمي ان ديو اللي مزيان، لكن بقينا كان عندي انايا حدس هو اللائحه. ملي كنقول اللائحه ماشي عبد ربي كيقلب على اللائحه، ولكن حيت انا عبد ربي من موراه مجموعه ديال الناس اللي هما اللي خلوني ندخل الانتخابات نظرا للوضعيه ديال المدينه، وبالتالي كان لابد بان لانه حسن غويله خصو يكون حتى هو في اللائحه متموقع باش يلقى كيفاش يدافع على هاد الشريحه اللي دارت فيها الثقه. الا انه فوجئنا بانه كنسمعوا في الزنقه بانه لائحه تصوبات 10 شويه من مور 10 غادي تصوب، وكان عندنا لقاء اللي ربما كنظن بانه احد الاعضاء غادي يتكلم في هذه النقطه هذه،
وغادي يتكلم بك بأنه جلسنا في مقهى وتم استدراك بعض الأسماء اللي من حقنا حتى حنا نديروها، أنه لا يعقل بأنه حنا في الحزب من مدة ويتجاهلوا مجموعة ديال الأسماء اللي عندها، ما حنا ما باغينش نبراسيو عباد الله بقدر ما بغينا نديروا الناس اللي في المستوى، أنه هذه قنيطرة ودي مصلحة ديال المدينة، ألور ما تكونش فيها محاباة، ما تكونش فيها هذا صاحبي، ما يكونش فيها الناس اللي بداو كيشوفوا في الحزب نظرا الصعيد الوطني الكل ولا باغي يتبلاصه. وهنا غادي نشير بانه سواء الذهب ديال مراكش او لا اكادير ما ضرنيش انا شخصيا. علاش؟ لان عبد ربيه ما باغيش المنصب ابار قنيطره، انا الهم ديالي هو قنيطره فقط. كاين بطبيعه الحال لانه الحزب بكل صراحه الان كل شيء كيشوف فيه الوطني غادي نتلاقى ما نتلاقى، عبد ربي ما باغي يتلاقى مع حتى شي واحد عنده قنيطره ونحبس تما الا قدرت لا داخل. وباغي ندير مجموعه ديال التغيرات، انه ما غنهضرش على مجموعه الحوايج اللي درسها انا سواء في الرياضه هذيك حتى غيوصل الوقت ديالها، ولكن الان حنا كنهضروا على السبب. اذا السبب كان هو تهميش حسن غويله في كشخص ككاتب محلي، والتهميش ديال حسن غويلا راه هو تهميش ديال الكتابه المحليه، تهميش ديال المناضلين ديال 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 الحزب، تهميش المتعاطفين مع حسن، تهميش الناس اللي داروا الثقه في حسن، تهميش فئه كبيره اللي هما لزموا عليا باش ندخل الانتخابات. سي حسن، تبعنا قدمت استقاله مؤخرا، واش غيكون اعتزال العمل السياسي ام التحاق بحزب اخر؟ شكرا، لانه في لي كومونتير الى لاحظتوها كاين مجموعه كتقول حسن غويلة احسن لك تخرج من هذا الشيء وتكونسونطري على الرياضه، لان السياسه شنو فيها وشنو فيها ما نهضروش. وكاين القسط الكبير كيقول بانه حسن غويلة كما كنقولوا دونك ما تهبطش يديك، لانه هنا كنخليو فرصه لواحد اخر، ولاد البلاد او ولاد المدينه الا مشاو غادي يقول لي واحد الفراغ. اذا حسن غويلة رغبات ديال الاغلبيه او الناس ديال قنيطره اللي حتوني باش ندخل، حسن غويلة غادي يدخل. وكنشكر من هذا المنبر جميع الناس اللي داروا ارتسامات ديالهم حول حسن غويلة سواء يبقى او ما يبقاش، ولكن كنقول انا اعتذر الناس اللي انا عارف بانه الرياضه خصني نتكونسونتر عليها، ولكن راه كنعرفوا بيرلسكوني راه رئيس طاليان ومشى بلايص ميلون وصلها. اذا الا كان سياسي خدام مزيان وهذا راه، اما السياسي الا دار السياسه ديال ما غاديش نهضر عليها دابا، راه غتمشي المدينه كامله، وكنظن بان المدينه راه مشات شحال هذه. الالتحاق ديالك في العمل السياسي واش غيكون بلائحه مستقله ام انك حزب محدد؟ انا كنظن بانه انا ربما نتمنى بانه لائحه مستقله، باش لانه ما بقاش الوقت، وبالتالي ف كنظن بانه الراي كيبقى ديال كما قلت التنسيقيه اللي هي في جميع المحطات. باش نعطيكم واحد الاشاره بانه منذ الالتحاق ديالنا راه كان اتصالات مجموعه ديال الاحزاب وجلسنا معهم، واي جلسه كنجلسها سواء انايا او معايا جوج ولا ثلاثه ديال الاعضاء ديال المكتب المحلي، فكنرجعوا للقاعده ديالنا. حنا درنا واحد القاعده كنرجعوا كنديروا اجتماع، وهما كنعطيو هذا الحزب اشنو كاين اشنو كاين، وهما اللي كيقرروا. الان كنظن بانه واحد لوريونتاسيون ديجا، لانه ما بقاش الوقت، وكنظن هي غادي تكون في الصالح ديال المدينه وعبد ربه، بانه ان شاء الله غنكون في مستوى ديال القنيطريين باش ندير واحد التغيير اللي غادي يعود بالنفع على مدينه القنيطره، وما غاديش نهز يديها. وكنقول انا سواء الاخوان ديالنا اللي بقاو في بلاصتهم الله يعاونهم، والله يعاوننا حنايا والتيران بيناتنا.